كده احنا بدأنا ريكورد، بسم الله. ونيجي هنا نقفل الحاجات اللي مفتوحة دي كلها. شكرا شكرا. ونفتح. قبل ما نفتح اي حاجة خلينا نبص على التمبلت كده. في صور؟ اه في صور. طيب في CSS؟ اه في CSS. في HTML؟ اه في جافا سكريبت. احنا مش هنستخدم جافا سكريبت، فاظن ان هو HTML و CSS وشوية صور. طيب طالما في صور يبقى احنا هنيجي كده نفتح الفولدر بتاعنا، اين يكون بقى، انت حاطه فين او انا حاطه فين، المهم ان احنا هنروح في مكان فاضي كده ونفتح ونعمل فولدر جديد نسميه project one underscore two. ليه سميناه كده؟ هو كده css او style. ونيجي هنا كده ونعمل ملف تاني نسميه images. طيب ليه images؟ علشان هيبقى فيه صور. ممكن اسميه photos، ممكن اسميه libraries، ممكن اسميه اي حاجة، بس انا ما عنديش غير css و images بس. ممكن اسميه assist او assistance او assistant، تمام. فكل واحد حر يعني. لحظة واحدة. طيب عملت images وعملت css، ايه اللي ناقصني كده تاني؟ مش ناقص اي حاجة، بس قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي او قبل ما ابدأ البروجكت بتاعي عفوا، معلش، المفروض ان انا اكون مجهز الصور اللي انا هستخدمها، وده الصح يعني، ان انا اكون مجهز اي صورة انا هستخدمها عندي واشوف عددهم كام واحمل الصور دي. بس انا في الحالة اللي انا فيها انا مش محتاج، يعني انا ممكن استخدم اي صورة بشكل عشوائي لان الصور اللي انا هستخدمها دي مش مهمة قوي او مش مشروع حقيقي يعني. او خليني بقى اجي فايل اوبن فولدر، واجي عند البروجكت بتاعي اعمل سيلكت فولدر، اختار البروجكت ايه عشان يتفتح في البرنامج هنا. بيحمل. طيب هتلاقي البروجكت فتح في الشمال هنا، فهاجي هقول له index.html بالطريقة دي. images و css فاضيين. طيب ال css ده برضو هعمل فيه ملف هسميه style او main style لو انا عندي اكتر من ملف css، بس انا عندي واحد فهسميه style.css. وال images هسيبه فاضي، يا اما احمل فيه الصور اللي انا عايزها واحطها فيه. طيب في الحالة بتاعتي المفروض ان انا اروح احمل الصور، او ممكن استخدم موقع بيديني صور عشوائية واستخدمها ايه على طول. طيب ده كده مش ملناش دعوة بيه، خلوني كده نيجي نحمل شوية صور. خليني نشوف التمبلت بتاعي بس في كام صورة. في 1 2 3 4 5 6 7 8، وتقريبا التامنة هي اللي فوق اللي هي دي، فبس في بوزيشن تاني او في وضع تاني. فانا عندي 7 صور، تمام. فانا ممكن احملهم من هنا من التمبلت نفسه اصلا. كليك يمين انسبكت element عفوا. وهاجي كده اقول له اديني الصورة اللي انت شغال بيها دي ورهاني. اكيد مش الصورة ال 200 في 200. يبقى هي الصورة دي. كليك يمين سيف ايمج از، واروح عند الفولدر بتاعي. يستحسن ان انت لما يكون عندك فولدر جوه قوي كده تشده، تحطه في الناحية اللي هنا دي اللي هي في الفيفوريت. تطلع فوق، تطلع هتلاقيني اصلا انا حاطه في الفيفوريت هنا وعامل له بن. بروجكت 1 2 في الايمجز هنسميه بانر دوت جي بي جي. يستحسن ان انت صورك كلها يكون جي بي جي، جي بي جي او بي ان جي، تمام. ما تجيبش واحده كده والتانيه كده والتالته كده، وده مش شرط بس ده الاحسن عشان تبقى يعني بشكل افضل بكتير. حتى التمبلت هنا هتلاقي بص جي بي جي. تعال نحملها بيك 02، خليها بيك 02 ماشي. ودي مفروض ان اسمها بيك 01 او 03، تمام.
طيب ماشي ماشي ماشي، دي صورة حلوة. طيب هنا بيك 04، تعالى ناخدها كاملة عشان اللي انا عملته ده تقريبا هيجيبها لنا بشكل لا هي كاملة فعلا. بيك 04 هموت واعرف فين بيك 01. انا بشدها لفوق بس، يعني ما بعملش حاجة مختلفة. ودي بيك 05، دي اكيد بيك 06، اف ام جي اس بيك 06 ماشي. ودي بيك 07، جميل قوي كده. نقفل التبعات دي كلها، نقفل نقفل ونقفل، والصورة دي هي طبعا. اكتر من كده اظنش هحتاج، بس اجرب الزراير دي بتوديني لفين. ماشي، بتوديني الحاجات عن التمبلت يعني، لكن كتمبلت بس هو السنجل بيج او الصفحة الوحيدة اللي قدامنا دي. طيب البانر اللي فوق ده مضايقني، اللي هو بتاع الاعلان او بتاع الصفحة، فانا ممكن اشيله. دي مش حاجة في التمبلت، دي حاجة بتاعتي انا يعني، عشان ما ضايقني بصراحة. انا شلت الاليمنتس اللي فيه، العناصر اللي فيه، لكن ما شلتوش هو. تمام. خليته شفاف اصلا يعني. طيب 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 هل مثلا ده جت بالسالب؟ طيب عشان ما نضيعش وقت، انا بس كنت عايز اخفي الحتة اللي فوق دي عشان مضايقاني جدا بصراحة يعني، فكنت بفكر ان انا اخليها بالسالب بحيث ان هو يطلع فوق زيادة عن اللزوم يعني. بس للأسف يعني ده منفعش حتى لو اديته مارجن بوتوم. طيب الحل ان انا اخلي الاي فريم نفسه واخد بالسالب يعني. هو بيتجاب من مكان التمبلت نفسه، بيفتح على لا هو بادي كامل يعني، هو صفحة عادية وجايب التمبلت في اي فريم، فانا خليت الاي فريم هو واخد شايف منام بالسالب يعني. بس، فعملناه بالطريقة دي. بس هو بس عشان يكون التمبلت جايب بشكل ايه كامل قدامي. طيب في خطوط هنا مستخدمينها غير الخطوط بتاعتنا؟ يعني في خطوط مثلا لو بصينا على الخط ده كده عشان نعرف نوعه ايه، هتلاقي تعال نشوف النوع قصدي اسم الخط، الفونت سايز. طيب فونت فاميلي اكيد مستخدمين فونت مختلفين. فونت اهو اريال انسر. طيب وكان في خط اسمه ريلوي، فاحنا هنجرب عندنا الاريال، لو ما ظبطش ممكن نبقى نحمل الريلوي ده ونشتغل بيه. هنيجي نبص كده ونعمل البانر بتاعنا، ناخد كده واحده واحده بقى. طيب انا لو جيت بصيت على التمبلت بتاعي بشكل ما، مش عارف هيظهر قدامكم ولا لأ اللي انا هعمله الرسم ده، تقريبا هيظهر. لو جينا بصينا بالاحمر كده، في بانر كبير وفي هنا هيدنج، في هنا هيدنج، في هنا زرار، في هنا تايتل، وفي نايف بار، وكل ده ليه ايمج ورا. الايمج دي هي الباك جراوند،
وعليها overlay يعني صورة كده وعليها شبكة من فوق، عليها حاجة غامقة كده زي الطبقة اللي أنا عملتها دي بالظبط، دي overlay بس مش باللون الأحمر، بلون غامق شوية. تمام. طيب فكده أنا أقدر استنتج إيه؟ يعني أقدر استنتج إيه من خلال الموضوع ده؟ أقدر استنتج إن ده header، والهيدر ده في السكشن الأولاني اللي هو فيه الناف وفي كلمة أو اللوجو اللي هي على اليمين دي. تعالى كده. طيب وفي الجزء ده كده مش عارف ليه مش عايز يتعمل فعلا، في الجزء ده والجزء ده. طيب وفي هنا الجزء ده كله اللي فيه الهيدر ده واللي فيه الهيدر ده واللي فيه البوتوم ده. طيب فلو هنيجي نقسمهم اجزاء فاحنا عرفنا كده احنا هنعمل ايه، باين قوي قدامنا. تمام. فتعالى نعمل الموضوع ده بقى في هيئه كود. ماشي، انا رجعت الماوس تاني وهاجي اخد الفيجوال ستوديو، عمل كلير واحدة واحدة. أول حاجة هقول له HTML عشان يعمل لي HTML. UTF-8 اللانجويج مش انجلش، اللانجويج عادي جدا. الميتا كارد سيت UTF-8 تمام. الفيو بورت الويتس يساوي الديفايس ويتس. الانيتشال سكيل 1.0. التايتل سمي فيرست تمبلت I do أو first template بس يعني، وخلوني أدوس Ctrl S. هتلاقي اتعمل فورمات غريب، أو بص كانت عاملة ازاي بقت عاملة كده، عشان أنا حملت إضافة بتعمل لي beautify للكود، بتخلي الكود جميل. لو كتبت في اسم الإضافات beautify هتلاقيها نزلت وبقت عندك. مش موضوعنا دلوقتي بس أنا بوريك عشان لقيه، لو لقيت الدنيا عندي بتختلف كل ما أعمل سيف ما تبقاش عارف، يعني تبقى فاكر إن أنا بعمل حاجة أنت ما بتعملهاش. فنيجي كده نقول له احنا عايزين واحنا نعمل تمبلت ده نعمل كذا حاجه ونعمل عكسها، يعني نعمل حاجه الغلط وهقول لكم هي احنا عملناها وغلط ليه وهتاثر في ايه، ونعمل عكسها ونعرف الصح، عشان الطريقه دي بتخلق في دماغك يعني زي منظور معين كده للحاجه تخليك تطبقها بعدين بالصح وتفضل فاكرها، عشان لما تعمل حاجه الغلط وتقعد تدور على الصح بعد كده تلاقي انت الصح بنفسك، لا بتعرف بقى خلاص الصح بيتحفظ في دماغك. فخلينا نقسم الصفحة بتاعتنا التقسيمة العادية خالص، وهنقول التمبلت هنا فول ويتس صح، يعني واخد الشاشة كلها. طيب لو جينا بصينا هو في الحقيقة مش واخد الشاشة كلها، يعني ايه؟ يعني الهيدر اللي فوق واخد الشاشة كلها، لكن بصوا باقي الأجزاء تحس ان هي ايه محطوطة على سوى واحد الى حد ما. يعني لو جيت بصيت كده هتلاقي ان بص محدش معدي الحتة دي. بص لو نزلنا خلينا دي كده، بص محدش معديها. كذلك من اليمين الا السكشن اللي فوق. انت كده عرفت حاجة جميلة تانية برضو، مفروض تكتب الكلام ده في نوت. تمام. خلينا نيجي هنا نعمل header Ctrl S عشان يصلح لي الحاجة. ما انصحكش تعمل إضافة البيوتيفاي لو انت لسه بتكتب كود جديد، علشان يعني الموضوع يبقى سهل بإيدك انت تعمل الموضوع بإيدك. يعني الهيدر بتاعنا وعندنا المين اللي سألني انت متكبرش الشاشة ليه، انت المفروض تعمل كده بس كده مش هتشوف التمبلت بشكل كامل عشان هيبقى ريسبونسيف. فأنا حاطط الاتنين ورا بعض عشان اقدر اشوف ده. طيب عندي المين وعندي تحت المين الفوتر. طيب عندي كام سيكشن في المين؟ عندي السيكشن ده 1 2 3 4 والفوتر. يبقى عندي هنا هقول له
فيكشن الثاني الثالث الرابع والفوتر. طيب الهيدر عندي فيه ايه؟ لينا واحدة واحدة كده. نعملنا الاوتلاينز. طيب. من الافضل ان السكاشن او سكشنز تعملها مع كل جزء. تبقى عارف ان انت عندك اربعة بس ليه الكلام ده؟ علشان وانت بتعمل كل سكشن المفروض تديله اسم كلاس معين. تمام؟ تبقى عارف ده مثلا first section, second section, title section, ايا يكن السكشن بتاعك. فنيجي من هنا ده الهيدر بتاعي. ما عنديش غير هيدر واحد اصلا يعني. فعادي. فالاول حاجة ان انت تعمل اوتلاين اللي هي التاجز اللي برة. بعد كده التاجز اللي جوه. بعد كده التاجز اللي جوه جوه. وتمسك جزء جزء. فهنمسك الهيدر. هنقول ان احنا عندنا في سيكشن. السيكشن الاولاني ده في ال او نسميه سيكشن ده نسميه كلاس. دي كلاس نسميه هيد او بانر تايتلز. الطريقه دي اسمها كامل كيس اللي هو بكتب اول حاجه سمول والجمله الجديده بحط اول حرف كابيتال. تمام. طيب السكشن ده خليني احط فوقيه ناف. الناف ده هيكون جواه ايه؟ طيب انا ما بحبش حاجه كل يعني ما بحبش الحاجه تبقى مبعطره في كل حته. فهضطر ان انا من الناف ده اخد حتة سيكشن صغيرة كده واسميها انت المفروض ممكن تسميها ليفت سايد. وممكن الافضل الافضل ان انت تسميها لوجو سايد. بص انا كده اتبعت طريقتين في تسمية الكلاس الكامل كيس والداش. تمام. فانت حاول تستقر على واحدة منهم علشان ما تتعبش اللي هيبقى معاك. فلوجو سايد. تمام. اللوجو سايد ده هيبقى فيه ايه؟ H1 مثلا هو كاتب سباتيال. طيب احنا مش عارف لو غيرنا اسم التمبلت هيبقى انتهاك للحقوق ولا لا. فممكن نسميه هايدرا عادي كده. هايدرا فيك تمبلت. طيب خلينا نفصل دول عن بعض. وهتلاقي ان هايدرا او سباتيال فوق هنا مختلفة عن باي تمبلت. فاذا انا محتاج فعلا اخد الحتة دي لوحدها في زبان عشان اشتغل عليها. مش مهم اديها كلاس ان انا هعرف اوصل لها واوريك ازاي نعرف نوصل لها. طيب الناف بقى هنعمل فريكشن في ايه؟ هنقول له تاني كلاس الناف منيو او هيدر منيو سميه زي ما تسميه يعني. لو انت عندك اكتر من منيو هنعمل يو ال. اليو ال دي جواها ال اي. ال اي دي جواها اي. الاي ده ما نعرفش اتش ار اف بيودينا فين. بس هنقول الهوم. انا ممكن استخدم حاجه اسمها السنيبتس واكتب الكود ده كله في 3 ثواني. بس انا بستخدم الحتة المانوال قوي عشان تعرف تتعود على الكود. ونسميه جنريك. هتقولي بس بص مكتوبة كابيتال وانت كاتبها سمول. هقولك لا ما انا بالسي اس اس هخليها كلها ابر كيس واوريك ازاي. element. فلو جينا بصينا احنا هنا عملنا ايه؟ الالمنت. طيب سيف ونيجي للجزء بتاع البانر تايتلز. باشمهندس الشير مش معمول. تمام. فهنيجي للبانر تايتلز ونقول H1. سباتيال هنبدلها بقى بكلمة هايدرا. و H2 نكتب فقرة بسيطة كده اللي هو اي كلام وخلاص. لوريم ابصم بلا 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 بلا. خليها لحد هنا. وزرار اسمه get started. قدامك حاجة من الاتنين. يا اما تعمله لينك. يا اما تعمله بوتون. وانا برجح ان احنا نعمله لينك عادي جدا.
جيت جيت اسمه جيت ستارت ولا ستارتد؟ جيت ستارت. تمام، تعالى نشوف الكود بتاعنا، نقفل الحاجات اللي احنا مش شغالين عليها، وتعالى نعمل الهيدر. هتقول لي وانا المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ اكود كل الصفحه HTML واشتغل عليها واحده CSS، ولا الاحسن ان انا اعمل الحاجه واشتغل عليها CSS بعد كده اخش في الحته اللي بعدها بعد كده اخش في الحته اللي بعدها؟ بص، لما انا بكون شغال لوحدي برجح، يعني انا كمحمود بحب ان انا اخلص البيج كلها HTML، بس الاول كنت بلاقي مشاكل، يعني الاول كان بيقابلني مشكله يعني ان انا اعمل صفحه كلها HTML، فكنت بضطر اخلص جزء جزء. فجزء جزء ده لا، ده كان بيواجهني مشاكل اكتر، بقى بشغل في الجزء التاني واشتغل CSS، وفي الاخر الاقي ان انا قصرت على جزء تاني عشان ما كانش عندي ان انا ازاي اعمل حاجه من غير ما اقصر على حاجه والكلام ده وكده. فاقول افضل الافضل انت تكتب كله HTML، تمام، وبعد كده تعمل CSS. وده بالنسبه لي، بالنسبه لاي حد تاني تقدر تعمل اي حاجه مختلفه، مفيش اي مشكله، يعني مش ده الستاندرد يعني اللي انت تمشي عليه. طيب، فخلينا ده السكشن ده، واضح ان في H1 هنا H2 هنا، او H1 مصغرين حجمها. ممكن عادي تدوس كليك يمين انسبكت element وهتطلع في الاخر H2، لا هتطلع باراجراف اصلا. تمام، طيب مفيش مشكلة، هو عاملها باراجراف، احنا عاملينها H2 على حسب انت عايزها ايه، مفيش مشكلة. ده باين جدا انه باراجراف. فاذا انا عندي هنا جو سيكشن، ممكن اعمل سيكشن تاني او ممكن اعمل ديف. الديف الاولاني اسمه ليفت سايد، وفي H1 في الكلمة دي، تعال ناخدها كده. والكلمة دي هو حطيتها في باراجراف، احنا هنحطها في H2 عشان انا مزاجي كده. طيب التمبلت هنا ليفت تو رايت، يعني ده بالانجلش صح؟ فالجزء اللي على الشمال ده هو الاول، لو رايت تو ليفت، تمام، لا هتعمل الجزء ده الاول على حسب التمبلت بتاعك عربي ولا انجليزي. طيب ناخد الكلام ده، مع ان ماشي مش محتاجينه، نكتب كلام احنا من عندنا، ومتقسم لفقرتين، خد بالك، يعني ممكن يكون اتنين باراجراف عادي جدا، او ممكن يكون عامله بالسي اس اس، ايهما اقرب مفيش مشكله. ديف انت المفروض طبعا الصح ان انت تبص هو عامله ازاي، كلاس رايت سايد، ونكتب باراجراف الاول لوريم روليرم مش عارف ايه، باراجراف التاني هيكون تحته برضو في نفس الكلام ده. كده الكلاس اللي هنسميه first section. طيب تاني section، بص، يا تسميها by number يعني first section second section third section، يا اما تسميها البيكتشر سيكشن الاندر بانر سيكشن الهيدر سيكشن، وده ما رجحوش يعني. تمام، بس لو انت بقى شغال في بروجكت كبير، لا فيستحسن ان اسم السيكشن او اسم الكلاس يكون معبر عن الحاجه بشكل كامل، علشان مثلا تبقى فاهم ايه ده. يعني ما تجيش مثلا على سبيل المثال تيجي تسمي لي الفيرست سيكشن ده الاف سيكشن، والايه الليفت سايد ده، يعني انا مش فاهم، انا بقى المفروض اروح ابص على الفيرست سيكشن واشوف الايه الرايت سايد والليفت سايد. احنا عاملين ده عشان سنجل بيج مش اكتر، لكن لازم تسمي اسم الكلاس، محدش هيحاسبك على اسم الكلاس ولا يقولك ده طويل قوي ولا قصير قوي، سميه اسم معبر عن الشيء فعلا. فنيجي هنا ده سكند سيكشن، في ايه، انا معلش انا بزودكم شاشة، في الهيد ده وفي الاندر هيد ده والسلوجن، في صورة تحتها كذا، صورة تحتها كذا، الاتنين كارد دول، وفي زرارين هنا. فتعالى نعمل الكلام ده واحدة واحدة.
اول حاجه هنيجي نسميه class second section، وهنيجي هنا نقول له div class head of section، ونيجي نحط فيه 2 هو ال h1، ونيجي ل h2. صح برضو، او من وجهة نظري ان انت تحط الاليمنت وبعد كده المحتوى جواه يعني. طيب نيجي نحط ده Ctrl S. جميل جدا. عندنا بقى الاتنين كاردز دول، ده عبارة عن ايه؟ عن كارت في صورة وفي كلمة. طيب يبقى اول حاجة هاجي هنا تحت الديف اضيف تاني كلاس، ممكن بقى اسميه body of section، وده مش صح. ليه بقى؟ عشان الصورين دول يعتبروا برضو من body of section، يما احط الاتنين دول الاتنين كارد او كاردز بس في body of section، واعمل ديف للزرارين اسميه footer of section، وانا مضطر لده علشان انا اضطريت اسمي كلاسات كده من الاول، لكن الصح اسميه cards of images، اسميه يعني الاسامي المعبرة بتاعتي. طيب وهاجي هنا هاجي هنا اعمل الكارت الديف الاولاني class first image كارد، عشان ما تفتكرش ان دي صورة وانت بتشتغل في الكلاسات، وهتحط الصورة الايمج بتاعتك، وهتحط الكلمة. طيب الكلمة عبارة عن ايه؟ لوريم ابو سم دولار سايت ايمج. ماشي، طيب خلينا اللي هي الجملة دي يعني. طيب ونحط ده نكرره هنا. طيب نحط images slash دي بيك كام بقى؟ اظن ان هي 2 لان دي اول صورة قابلنا. عايز تعرف دي صورة ايه؟ تدوس كنترول وتدوس على اللينك ده هيوديك يورينا الصورة. صورة بحر، اه هي صورة البحر، يبقى دي اكيد بيك 3 بقى. من الغلط جدا ان احنا ما حطيناش او ما لحمناش السي اس اس في البدايه من هنا واحنا بنعمل الهيدر، فده غلط جدا. انت المفروض من الاول بتعمل لينك ريل ستايل شيت ار اتش ار اي اف او الهايبر ريفرنس سي اس اس ستايل دوت سي اس اس. تمام. طيب ده جميل جدا كده، حطينا الصورتين والكلمتين. ممكن تحط الت مثلا، ممكن نحط الت اي. الصورة الأولانية تقريبا نهر كده وماشي، فأنا ما أظنش إن هو. طيب خلينا نقول إن الأول ده بيكتشر كونتين ريفر، أو بس عشان تدريب على اللي فات يعني. والتانية عبارة عن إيه؟ التانية عبارة عن غابة. تمام، او غابة اشجار يعني. فممكن نقول مثلا جانجل اوف تري، ولا مثلا فورست اوف تريز الطريقة دي كده. والفوتر هنا زي ما قلت لكم احنا مفروض كنا نعمل الازرار والحاجة الاول بعد كده نحط الكونتنت. ففي كلمة نولا الحكيتيوس دي، مش عارف الكلمة دي اصلا، اتش ار اي اف. نكرر الاتنين وناخد الجملة دي نولا اس اي دي فولدوتيت. طيب تالت سيكشن معانا هو ده. طب خلونا الاول
نبص كده بص على السكشن، فهو تالت سكشن فعلا. ففي اتنين تايتل برضو واربع صور، وكل صور ليها اسم وتايتل وباراجراف. فاظن ان ده يعني لحد ما هو كارد برضو، يعني ده شكل كارت لو جينا بصينا كده. في شكل كارت اهو، كارت التاني التالت الرابع، تمام. فخلينا كده نيجي للسكشن ونسميه class third section. third section ده بقى شباب جميل جدا، هنحط فيه الاتنين title. خلونا نكبر الشاشة. الديف الاولاني الكلاس هيد. بص بقى لو سميته هيد اوف سيكشن وده اسمه هيد اوف سيكشن، وانا عايز ادي ده خصائص معينه والتاني خصائص معينه، مش الاثنين هيشتركوا فيها، فالموضوع هسميه هيد اوف سكند سيكشن. طيب ما هو ده كده هيد اوف سيكشن ساده، فانا مش فاهم، فهنضطر اسميه head of first section والbody of first section والfooter of first section. فعواقب انك ما تحطش pattern تمشي عليه في الكلاس كبيرة جدا. second section دي بقى ايه، او of head second section دي هاخدها كده div class body of second section. في حاجة تحت الكروت ولا لأ؟ مفيش، فأظن هي ملهوش، مفيش حاجة تحت، فهو مش هنحتاج أكتر من الاتنين دول. طيب في h1 و h2، وهنا في كارت او كارد زي ما بيقولوا. كلاس هتسميه ايه بقى؟ ما هو ده كارت ده كمان، وهنا first image card، وهنا first image card اللي المفروض اصلا كنا نسميها second image card. طيب فهتسميها ايه بقى؟ first section او second first image card of first section، تمام، ولا هتعمل ايه؟ ما دلوقتي بص انت في مشكلة هنا، دي كروت برضو، تمام. فهقول لك دلوقتي ممكن نعمل ايه في الحل ده. طيب لو جينا كلمة vertical، تمام، او زي ما بيقولوها vertical، هي كلمة معناها تقريبا عمودي، تمام. وكلمة horizontal او زونتالي، الكلمة دي معناها افقي تقريبا يعني. فانا ممكن بقى ايه، طالما انا عندي كارت كده وكارت كده، وده الحمد لله يعني ان الصفحة مفيهاش اكتر من كده، وإلا كنا هنتعب جدا في مواضيع ان احنا نسمي الكلاس، فنسميها horizontally first card. horizontally معناها عرضي، تمام، اللي هو الكارت اللي جاي بالعرض مش بالطول، مش عمودي يعني، تمام. طيب خلونا بقى نكمل ونقول الكلاس ده هنكرره تاني horizontally second card. طيب فهتلاقي horizontally of second of horizontally section card first card، دي كلمة section مش second. لو بصيت كده هتلاقي ان انت خلصت ده اللي هو تالت جزء. بس تالت جزء الكارت ده جواه اتنين هيد وواحد باراجراف وصورة. طيب نيجي كده الهيد الاولاني h1 h2 وباراجراف، وطالما احنا بادئين من الشمال فالصورة هي تالت عنصر، آخر عنصر، واحد اتنين تلاتة أربعة.
image. تمام. طيب نكرر الموضوع ده هنا. لو بصيت كده هتلاقي ان انت اتلخبطت او بتتلخبط لان الكود كبير جدا، ولو حاجة اكبر من كده تتلخبط. فلو جيت رجعت هتلاقي، بص هتلاقي ان هنا ده اللوجو سايد، تمام، اللي هو جوه الناف اللي جوه الهيدر، وده الحمد لله خلصنا منه. طيب الفيرست سيكشن، تمام، في الليفت سايد والرايت سايد، وده الحمد لله خلصنا منه. السكند سيكشن كاتبين فيه هيد اوف فيرست سيكشن، فدي لخبطه كبيره جدا، تمام، وممكن تعمل لك مشاكل ومش هتكتشفها غير وانت في السي اس اس. طيب وهقول لك حل اللخبطه دي ايه اللي انت تعمله. بص برضو فيرست سيكشن هنا اهي. طيب فوتر اوف فيرست سيكشن وده سكند سيكشن. فالحل هنا ان انت كل سيكشن تخلصه صح، اتمنى ان انت تقفله من هنا. الفيرست سيكشن اهو معروف، السكند سيكشن بقى هيد اوف سكند سيكشن، بودي اوف سكند سيكشن، سكند ايمج كارد، فيرست ايمج كارد، فوتر اوف سكند سيكشن. فده اذا خلصان كويس، هنقفله. لا اه ده بودي، معلش اهو ده كده السكند سيكشن خلصان. الثيرد سيكشن في اوف سكند سيكشن، وده برضه غلط كبير، فده هيد اوف ثيرد سيكشن. ونيجي نعمل كده سيف ونجيب دي بودي اوف ثيرد سيكشن. مفيش فوتر، سيف، ومش هنقفله لان ده اللي احنا اصلا شغالين عليه. فنقفل الباقي ده كده ونيجي بقى نحط الداتا بتاعتنا، كنترول اس نحط الداتا بتاعتنا. طيب الهيد في الكلمه دي، والهيد التاني في الكلمه دي. طيب اظن ان الهيد الاولاني بتاع الصوره الاولانيه في الكلمه دي، والتاني في دي، وهنا في النص ده، ودي اللي هي تقريبا احنا كنا واقفين عند بيك كام؟ كنا واقفين عند بيك 3 تقريبا. كنا واقفين عند بيك 3، يبقى دي اكيد بيك 4. هنحطها هنا بيك images slash بيك 4، ونخش عليها كنترول كليك ونبص عليها نلاقيها صورة صغيرة بتاعت الجبل. نحط لها الت ايه، ممكن نقول بيج ماونتين مثلا، تمام، او ماونتينز اللي هي الجبال الكبيرة يعني. لازم الالت هو تدريبا على اللي فات مش اكتر يعني، انا عشان لو الصورة محملتش مثلا نبقى عارفين ايه اللي ناقصنا يعني بيج ماونتينز. طيب التايتل التاني اللي هو ده، التاني برضو ده، شغالين على السكند، وده الكلام بتاعنا. حط اخر الكلام نقطة يعني، مش الموضوع ده بيبقى شكله حلو ايه. بقول صح images slash احنا واقفين عند بيك 4، يبقى دي بيك 5. لما ترتب صورك كده الموضوع بيبقى لذيذ ازاي، بص عليها هتلاقيها صح هي هي. الت دي مثلا مالتي رودز او الطرق الكتيرة، او كلوس مثلا رودز او الطرق المتحددة. خليها انا بصراحة ممكن اكتبها عشان وقت الفيديو كابي على طول. طيب ده السكند كورد، احنا قررنا الموضوع ده كام مرة؟ احنا غلطنا هنا لما احنا اشتغلنا عليه ومكررناهوش كذا مرة. هنضطر بقى مشكلة يعني، انا بقى اللي عايز اوريهولك هنا مشكلة ان انت ما تحطش التاجز في الاول والداتا في الاخر. هوريك بقى دلوقتي في ايه. احنا عندنا 4 صح؟ فده نقفل اللي احنا اشتغلنا عليه. ده الهيد اوف ثيرد بادي اهو، الهوريزونتالي فيرست كارد خلص، السكندلي الهوريزونتالي سكند كارد خلص،
انا دلوقتي فين؟ في الثيرد. تمام، فاسمي دي ثيرد كارد ودي فورث كارد. تمام. طيب في ايه تاني؟ معلش، في تقريبا حرف غلط هنا. كده صح. مشكلة بقى ان انت تعدل الداتا. بص، لو خدت التايتل ده وجيت تحطه هنا، فهتضطر ان انت بدل ما كنت بتحط الحاجة على طول تمسح ده وده وتبدلهم، او زي ما حد هيتذاكر دلوقتي تقولي ما ممكن احددهم كلهم كده وادوس بس. طب وليه من الاول؟ ليه؟ انا بوفر وقت ومجهود، فليه ان انا اصلا اعمل الحوار ده في نفسي، او ليه اتعب نفسي؟ وممكن اتلخبط على فكرة، يعني ممكن اكون كل ده اصلا ببدل في السكند عادي، ممكن تحصل. فدي برضو مشاكل هتواجهك، ياريت تحلها. ودي بيك 5، لا دي بيك 6 اللي هي المالتيبل رودز، ولا دي السكند؟ بص بقى اللخبطه هنا، دي مالتيبل رودز اللي هي التانية، لا التانية طريق واحد اهو، فدي السنجل رود وذ ريفر. فدي مشكلة ان انت ما تعملش التاجز بعد كده تحط الداتا. دي مالتيبل رودز، تمام مظبوطة. وديت الطريق الرابع او الصورة الرابعة، واللي هو الكوخ الخشب. خلينا نحدد ده كده، نحدد ده كده. ولو انت بتحب تشتغل في الكيبورد بس او على الكيبورد بس زي حالاتي كده، فممكن مثلا ان انت تحدد كل ده. ولو عايز تروح لاخر الجملة بتدوس زرار اند، ولو عايز تروح تحولها لاب، اول الصفحة بيج اب واخر الصفحة بيج داون. الحاجات دي هتساعدك جدا. تحط الدوت لو عايز تتنقل بالكلمة مش تتنقل بالحرف كده، هتدوس كنترول وسهم شمال وسهم يمين هينقلك بالجملة. كنترول شيفت سهم شمال وسهم يمين، بص بيحدد لك جملة كلها ممكن تحددها. يعني لو عايز اجي في الايمج هنا في النص، بص بكام يعني نقلتين بالظبط نقلني الجملة. وهاجي هنا هقول له انا عايز بيج اللي فوق كانت كام؟ اكيد اللي فوق كانت 6، يبقى دي هتبقى 7. ودي مش مالتيبل رودز، دي كوخ خشب. هتقول انت بتضيع وقت الفيديو في حاجات زي دي، فاقول لك لا، هو الحاجات دي مهمه قدام شويه هتحتاجها يعني. فكابن، كابن معناها كوخ، فاحنا ممكن نقولها لوج كابن مثلا. لوج كابن، تمام. هو ده مش وصف قوي يعني، ممكن نقول لوك كابن ميدل اوف تريز. ماشي، احنا كده يعتبر خلصنا السكشن الكام؟ الناس اللي بتدقق في الحاجات الانجليش بس، ونقفل ده كله. ده الثيرد سيكشن، نقفله. عندنا بقى هنا كلاس فورث سيكشن، تعال نشوف في ايه. اتنين تايتل وزرار، يرجعك فوق وده بينزلك فوق بيطلعك فوق برضو. طيب خلينا نعمل ده برضو هنا. السكشن ده والله ما فيهوش اكتر من class body of fourth. هتقول لي ليه بقى ده ما فيهوش غير حته واحده؟ اقول لك التزاما بالقواعد والقوانين اللي انت حطيتها، ولو عملتها من غيرها عادي هتعرف تعملها يعني، محدش هيقول لك لا. H1 H2
ما اجيش هنا بقى استخدم باراجراف، يعني عمال تستخدم اتش 1 واتش 2 في كل التايتلز، ما اجيش مره واحده اللي هو يعني انا طلبت في دماغي اشتغل باراجراف هو كده. طيب ونيجي نعمل بقى الزرار بتاعنا و اتش ار اي اف شباك، وتقريبا كابن تاتش ذاكره السمكه اللي نسيتني اسم الزرار حتى، واللغه العجيبه اللي مكتوب بيها التمبلت اصلا اغرب، تقريبا فرنسي على شويه الماني امين مش عارف ايه هو الكلام ده، تقريبا الامين والكلام ده انا اعرف لوريم ابوسوم واعرف البرو والكلام ده كله، ده بيبقى كلام بديل او بديهي اللي هو ايه بيتحط مكان الكلام الاساسي. وطبعا هوريكم السورسز اللي ممكن تجيبوك منها الكلام ده، طبعا لو انت ما عندكش داتا فبتجيب ده اللي هو ايه خد اقعد هنا شويه. التلاتة ايكونز اللي تحت دول ممكن تعملهم في 3 صور عادي، الفوتر بقى في اي ديف كلاس، هنا هاجي مش اكيد هسميه ايكونز، هسميه هيد اوف فوتر، ميكو في حاجه اسمها كده، وهحط الايمج الاولى. طب هتقولي انت ليه ما حملتش الصور دي في الاول؟ عشان انا كنت بصراحه هستخدمهم ايقونات اس في جي، وهنا غلط ان انا ما جهزتلهاش، فكان المفروض ان انا اجهز لها. فهحط 3 والديف التاني اكيد مش هسميه الفوتر اوف فوتر، فهسميه البادي اوف فوتر. انا احب اكتب الفوتر باتنين تي بس هي صح باتنين او. تمام طيب، وفي هنا يو ال ال اي اي 3 مرات. طيب تعالى نملى داتا، اول حاجه خلينا نملى الداتا السهله، في كوبي رايت انتايتلد فخلينا نحط اند كوبي، طب ما حاطين انتايتلد انا احط محمود بقى، احط هايدرا خليها محمود اشيك محمود الديزاين هايدرا، الكولوم بينها وبين الايمجز يقول لك من اونس بلاش. هتقول لي بص انت مش عامل اي كابيتال، اقول لك عادي ممكن اعملها بالسي اس اس مفيش مشكله اي. طيب تعالى بقى نجيب ايكون بالايمجز، طالما احنا ما خدناش لسه الفونت اوسم بقول له فيسبوك بلاك بي ان جي ايكون. طيب اظن ان هي دي، لو حظك حلو وحالفك فيعني حاول انت على قد ما تقدر على قد ما تقدر ان انت تبقى مجهز الحاجه قبلها. فعشان وقت الفيديو انا كنت ناوي ان انا سكيب الحته دي، بس بصراحه لقيت ان الناس اصلا محتاجه حته السيرش دي، فلا احنا هناخد عادي الحاجه، نعمل سيرش عادي مع بعض ما وراناش حاجه. طب احنا ممكن ما نلتزمش يعني ناخد الايكونز اللي احنا نلاقيها احسن. احمل دي سيف ايمج از project 1 2 images icon 1. طيب ليه icon 1 او 01 على اساس الاسامي التانية؟ وهنا للاسف هضطر استخدمها png عشان الخلفية بتاعتها تكون شفافة، لكن ده مش مبرر خالص ان انت تعك في الاكستنشنز بتاعت الصور بتاعتك. لو هتستخدم CSVG لوحدها فبتعملها في فولدر لوحدها، لو هتستخدم ايقونات فيبقى مكتبة الفونت اوسم، لكن هنا علشان انا مضطر عشان وقت الفيديو فهنضطر نعمل كل ده. طيب تويتر حط اسم الحاجة اللي انا عايزها، اللون بتاعها الاكستنشن او الاكستنشن عادي، فانا عايزها بي ان جي وايكون مع بعض فعادي انا طلبت معايا بكده. طيب الصورة اللي احنا حملناها ذاكرة السمكة برضو نسيتهاني، في
فيسبوك مربعة، مربعة، فهنا تبقى تويتر مربعة، مش هناخدها متفرجة كده. طيب فيسبوك، فيسبوك هي بلاك سادة، فمش ينفع برضه ناخد الرمادي رغم ان الرمادي عجباني قوي. سيف ايمج اس، بس دي فيها راديوس يعني فيها ميول، ودي فيها ميول بس مش قوي، بس ممكن نظبطها عادي. فهتبقى ايكون 02. التالت كان ايه؟ كان انستجرام، يا رب نلاقي له انستا، ابص انستجرام بلاك، ايوه الراجل حافظ يعني. طيب عايزينها مربعه ومش متفرجه، دي مدوره وكده كده الانستجرام اصلا الايكون بتاعته مربعه. دي اس في جي مش هينفع ناخدها، عجباني جدا يعني. طيب كليك يمين، سيف ايمج از، ايكون 03. تمام. طيب ان احنا طبعا بقالنا 50 دقيقة بنعمل HTML بس، عادي جدا مفيش اي مشكلة. خلونا كده نقول مثلا الايمجز ايكون 01 اللي هي الفيسبوك، ايمجز ايكون 02 اللي هي تويتر، بص بفتكر بسرعة اهو، ايمجز ايكون 03 اللي هي الانستجرام، فيسبوك، تويتر، انستجرام. طيب اظن كخمسين دقيقة هيبقى كتير عليكم ان انتوا تراجعوا الفيديو، فانا هعمل بوز للفيديو ونرفعه ونبدأ في محاضرة تانية يعني.